برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. في حلقتنا دايما بنتكلم عن كل ما هو جديد في المجالات الطبيه المختلفه، وبيكون دايما معانا مجموعه كبيره من الاطباء المتخصصين واللي بيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. لو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون ارضي على 2575-6810. في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مشاكل الحمل، هنتكلم بالتحديد عن مشاكل الحمل في الشهور الأولى. إيه هي المشاكل اللي ممكن تتعرض لها أي سيدة حامل؟ إيه هي طرق الوقاية لتجنب أي مشاكل ممكن يتعرض لها الجنين؟ هنتكلم كمان عن تثبيت الحمل، إيه هي طرق تثبيت الحمل وإيه هي الحالات اللي ممكن تحتاج فعلا تثبيت الحمل ده. هنعرفه من الدكتور اللي شرفنا في الاستوديو، أستاذ الدكتور أحمد عارف، أستاذ أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني واستشاري الحقن المجهري. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، شرفتنا. شكرا لحضرتك دكتور. يمكن الشهور الأولى في الحمل دي من أهم الشهور بالنسبة لأي سيدة حامل، وأحيانا ممكن السيدة الحامل تتعرض لمشاكل ممكن تبقى مقلقة ليها، وخاصة لما تكون السيدة دي يعني أول حمل ليها. فياريت حضرتك تقول لنا إيه هي المشاكل اللي ممكن تتعرض لها السيدة الحامل في الشهور الأولى من الحمل. شوفي، أولا طبعا الحمل فرحة، طبعا فرحة لكل الناس، فرحة للأسرة الصغيرة، فرحة للأسرة الكبيرة، فرحة للمجتمع، لأنه ده اللي جاي، ده المستقبل للأسرة وللمجتمع كله. إذن لازم نحافظ على هذا الإنسان القادم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الأم في مرحلة، ليس في مرحلة الحمل، ولكن في مرحلة ما قبل الحمل، دي مهم جدا قبل الحمل، تستعد لهذا الحدث الكبير، إنها تفضي تصفي جسمها من كل المشاكل التي تؤثر على الحمل. ايه الحاجات اللي ممكن تأثر على الحمل في الشهور الاولى بالذات؟ بس يعني حضرتك قلت نقطة مهمة الاول يا دكتور، ان هي الام تستعد قبل الحمل. نعم. دي مهمة جدا ان هي تستعد لنفسها والجنين كمان. طبعا. ايه هي طرق الاستعداد قبل الحمل؟ يعني في حاجات معينة المفروض تعملها، في ادوية معينة المفروض تاخدها؟ حاجات كتير. اول حاجة التوعية، ان احنا لازم نوعي هؤلاء السيدات المقبلات على الحمل إذا كانوا لأول مرة أو حملت من قبل. أول حاجة الوزن. الوزن ده مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا في مصر وفي العالم، أنه كتير جدا من السيدات اللي هم هيحملوا وزنهم زايد. عندنا النهاردة نسبة زيادة في الوزن وصلت في 75%، كتير جدا. هذا الوزن الزائد طبعا بيأثر على الجنين في المرحلة الأولى بالذات، وخاصة هذا الوزن الزائد دائما وابدا ما يستتبعه مشاكل مرضيه، ضغط، سكر، واخده بال حضرتك، ضغط سكر على الام نفسها. بالظبط. بس ازاي الوزن الزائد ممكن ياثر على الجنين؟ هناك في بعض الدراسات اثبتت ان واحده من اسباب الاجهاض المتكرر فعلاً الوزن. الوزن، لانه في حاجات احنا لغايه دلوقتي علمنا لم يصل بعد لتشخيصها، اللي بيقول انه في ثمت علاقة ما بين الوزن الزائد وبين الاجهاض المتكرر في شهور الحمل الاولى. خد بال حضرتك، زي ما قلت لحضرتك، الضغط العالي. انا اذكر لسه امبارح شايف حالة وزنها 143 كيلو، ضغطها 250/150. ده في الشهر الكام يا دكتور؟ لسه في الشهر الاولاني. لسه في الشهر الاولاني ولسه بنقول يا هادي. واخد بال حضرتك؟ خد بال حضرتك، احنا كاطباء امراض نساء مش مجرد بنقيس الضغط ونعمل وزن، ده احنا كل همنا يوم الولادة. انا ازاي اوصل هذه السيدة الى لحظة الولادة اللي هي عادة لحظة يشوبها بعض المخاطر وهي في احسن حال؟ اذا لازم ابدأ في مرحلة مبكرة جدا، ان انا كيف انظم هذه السيدة كي تدخل الحمل في احسن ظروف صحية. من البداية. من البداية طبعا. سيدة عندها فقر دم، انيميا، وده احنا كتير جدا للاسف. صح. عندنا مشكله فقر الدم في بلدنا، عشان كده لازم اصلح فقر الدم قبل حدوث حمل، لانه احنا نعلم انه واحده من تبعات الحمل والولاده نزول دم. احنا لو واحده بتولد طبيعي وما عندهاش مشكله في حاجه خالص بتفقد لها على الاقل في المتوسط نص لتر دم. بس فقر الدم يا دكتور ده بيأثر عليها هي بس ولا بيأثر عليها والجنين؟ عليها وعلى الجنين. يعني الجنين ممكن لما يتولد يبقى عنده انيميا او فقر دم؟ مش انيميا، هو بيبقى حجمه صغير. بيأثر على الحجم ده. واحدة عندها مشكلة في القلب، واخدة بال حضرتك، ومشكلة، المشكلة دي ممكن تبقى مشكلة كبيرة شوية. طبعا. ده ممكن جدا اقولها لا، لازم تتابعي مع دكتور قلب ومعانا، او ممكن ما تحمليش خالص. اذا مهم جدا ما تحملش خالص، لان ده ممكن يسبب لها خطوره على مشكلة صحتها. على صحتها. نحن في مجتمع المعرفه، نحن في مجتمع العلم، المفروض
المفروض احنا كل همنا على فكرة بيقيسوا حضارات الدول بمدى حفاظهم على الام وخاصة في فترة الحمل. يقول لك بريطانيا دي متقدمة جدا، نسبة وفيات الامهات هناك 4 كل 100 ألف، مش عارف دول في افريقيا نسبة يعني واخدة بال حضرتك. اذا احنا يجب ان احنا نحافظ على الام الحامل قبل حدوث الحمل. نيجي حضرتك قلتي في فترة شهور الحمل الاولى، اذا فترة ما قبل الحمل مهمة جدا في شهور الحمل الاولى. انا عايز اذكر لحضرتك ايضا مشكلة السكر، كتير جدا من السيدات يمكن عندهم سكر وما يعرفوش، او عندهم سكر ومش مظبطينه. يعملوا ايه يا دكتور لو هي ناويه على لو في حاله ان هي عندها سكر مش مظبطاه؟ ده لازم تستنى 3 شهور تظبط السكر قبل ما تفكر يحدث حمل. ليه؟ لانه ممكن عدم تظبيط السكر في الشهور الثلاثه السابقه للحمل قد يؤدي الى حدوث عيوب خلقيه في الجنين بسبب مرض السكر، بسبب مرض السكر وعدم انضباطه. لا، مرض السكر ده مرض عادي، الناس في ناس كتير لازم تظبطه، لازم تظبطه قبل حدوث الحمل ب3 شهور. اذا المرحله دي مرحله مهمه جدا، يجب ان احنا ناخد بالنا منها زي الحمل بالظبط. طب يعني لو سيده يا دكتور اكتشف ما تعرفش ان عندها سكر وسكر واكتشفت بعد كده وهي حامل عندها سكر، تعمل ايه؟ احنا عندنا في 3 انواع من السكر. في سكر بياتي في المرحله الشبابيه اللي هو 15 17، وده للاسف سكر متعب شويه لان انضباطه صعب جدا. ليه يا دكتور؟ هو بالعكس مش هو طبعه كده، مش تلاقي مثلا سكر الظبط دلوقتي بعد دقيقه طلع، بعد نص دقيقه نزل. ودول بيبقوا غلابه قوي يعني، عارفه بيبقى محتاجين تظبيط شديد شويه. في سكر ياتي في مرحله البلوغ ما بعد يعني في الثلاثينات، ده بيبقى سكر هادي شويه يعني بيجي. وفي سكر في اثناء فتره الحمل. اذا احنا المفروض الاولاني والثاني بنقدر نشخصه، المشكله اللي بيجي اثناء فتره الحمل. طب ده نكتشفه ازاي؟ احنا روتين بنعمل تحليلات في شهور الحمل الاولى وفي شهر السابع عشان نكتشف، حتى لو ظهر فيما بعد نقدر نشخصه. اذا المرحله ما قبل حدوث الحمل مرحله هامه جدا، ويجب ان احنا نلقي الضوء عليها علشان في الاخر خالص يهمنا ام سليمه وطفل سليم. بالنسبه للفوليك اسيد يا دكتور، نعم. دايما بسمع ان الفوليك اسيد المفروض ان هي الام تاخده قبل ما تحمل بفتره معينه. بالظبط. الفتره دي بتبقى قد ايه؟ ايه اهميته؟ 3 شهور. هتيجي واحده تيجي تقول طب انا هحمل بعد 3 شهور، اقول لا خديه لغايه ما تحملي. وخاصه الشهور الثلاثه الاولى في الحمل. نيجي للمرحله الشهور الثلاثه الاولى في الحمل اللي حضرتك ذكرتيهم، دول شهور مهمين جدا. شوفي يعني لازم نستخدم ادوات العصر في خدمه الانسان اللي قدامنا، في خدمه المراه. زمان كان الدكتور يقعد يفحص بايديه ويا ترى الحمل جوه الرحم بره الرحم، الحمل ده توأم مش توأم. زمان كنا واحنا في بداياتنا كنا نولد الواحده ونكتشف ان في بيبي تاني جوه، يعني واخد بال حضرتك؟ وممكن تولد في البيت الاولاني وتجيب لنا بالتاني، يعني لسه ما اتولدش. مشاكل كده طبعا كوميديا الواحد يقدر يتكلم عنها، لكن ما بقتش كوميديا دلوقتي، ده بقت مأساة بسبب تقدم التكنولوجيا. استاذنك بس ناخد اتصال ونكمل كلامنا يا دكتور. تامر. ايوه. اهلا مساء الخير، ازاي حضرتك؟ اتفضل. معلش انا بحاول من بدري والله. معلش اتفضل. الدكتور اسال الدكتور بس. طبعا مع حضرتك. ايوه دكتور اتفضل، حضرتك تحت امرك. يا دكتور انا من الفيوم، فمكاني بعيد ان انا اروح يعني عند دكتور. فانا كنت زوجتي كان عندها حادث في الرحم، سمعنا يا دكتور؟ سامع سيادتك كويس. كان عندها حادث في الرحم وعملنا عمليه المنظار الرحمي، فشال الحاجز ده الحمد لله. بس احنا رحنا لدكتور في الجيزه، فقال لنا عايزه بعد العمليه اشعه بالصبغه وتحليل ال اتش. دي خطوه سليمه ولا في حاجه افضل من كده؟ طب ليك اسئله ثانيه؟ انا نفسي اساله. طبعا اتفضل. حضرتك متجوز بقالك قد ايه؟ انا متجوز بقالي 5 سنين. حصل حمل كم مره؟ ما حصلش خالص ولا مره. ولا مره. تحليل سيادتك كويس وكله كويس؟ كويس. مدام عندها كام سنه؟ مدام عندها 28 سنه. والدوره عندها منتظمه؟ منتظمه جدا. تحليل سيادتك كويس؟ كويس. عملت الحاجز ده من قد ايه؟ عملته من 3 شهور. طيب انا هرد على حضرتك. شكرا استاذ تامر تبعي. شكرا. هو متجوز بقاله 5 سنين ودوره منتظمه. ايه هو الحاجز ده يا دكتور؟ بصي احيانا بيبقى فيه عيب خلقي داخل الرحم، عباره عن حاجز يقسم الرحم الى جزئين. ده واحده من اسباب الاجهاض المتكرر، لكن في اغلب الاحوال لا يمنع الحمل هذا الحاجز. لا يمنع الحمل. لا يمنع الحمل. ممكن يسبب اجهاض متكرر. يسبب اجهاض متكرر في كل شهور الحمل، يعني ممكن شهور الثلاثه الاولى او الوسطى.
او ممكن يؤدي الى ولاده مبكره. هو دلوقتي الحمد لله مع التقنيات الحديثه والموجات الصوتيه ثلاثيه الابعاد والرنين المغناطيسي اصبحنا نستطيع ان نشخص هذه المشكله، وعلاجها سهل زي ما ذكر المسائل عملته بالمنظار يشيل هذا الحاجه. لكن هو عنده مشكله تانية، هو مشكله انه لم يحدث حمل اصلا. هنا في الحالات دي بنتعامل مع بعد شيل الحاجز دون كان واحده ما خلفتش قبل كده، بنشوف ايه اسباب عدم حدوث الحمل، منها طبعا الانبوبتين المبيضين تحليل السائل المنوي، لكن لربما نحتاج ان احنا نلجا الى الحقن المجهري. علشان هو الحاجز ده يا دكتور ممكن يسبب مشاكل اخرى او ليه اي مضاعفات؟ طبعا لا يعني هو كل مشكلته انه ممكن يعمل اجهاض للجنين بس، مش مشاكل تانية. واحنا عاده لما بنعمل حقن مجهري لازم نشوف الغرفه التي يقيم فيها هذا الانسان 9 شهور. عايزين غرفه واسعه شويه، يعني لو كان الحاجز ده موجود برضه كنا هنشيله قبل اجراء عمليه الحقن المجهري. احنا طبعا هنعمل مجموعه من الفحوصات والتحليلات، اكيد هو هيعملهم، من ضمنها الاشعه بالصبغه ممكن يعملها، ونستنى 3 شهور بعد الاشعه بالصبغه. شيء مطمئن ان زوجته عندها 28 سنه، يعني عندنا براح من الوقت نستطيع التعامل. يعني هي ممكن جدا تعمل الاشعه بالصبغه وتستنى 3 شهور، لو حدث حمل خير وبركه، لو ما حصلش حمل ممكن ان نلجا الى الحقن المجهري، وان شاء الله نبارك لك قريب ان شاء الله. معانا اتصال ثاني. علي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلم الدكتور طبعا مع حضرتك، اتفضل. دكتور انا متجوز بقالي دلوقتي سنتين. سنتين؟ اتفضل. سن 24 سنه والمدام حوالي يعني داخله على 19. اتفضل. حصل حمل اول في اول السنه تمام؟ وما كملش يعني نزل على 3 شهور، كان بسبب اللي هو التوكسوبلازما ده. الدكتور عالجها، خدت علاج 2 شهر، وبعد كده عملنا التحليل تمام. بعدها بقى حوالي يعني من يعني قطت في شهر 1 اللي فات، اللي قبل اللي فات اللي فات، يعني ادي بعد حوالي سنة. 11 شهر مفيش حمل. ومتابعات بقى ومع تنشيط وكده، الدكتور قال لا اعمل تلقيح صناعي. اتفضل. خدت المنشط وخدت الدواء وعملنا التلقيح وربنا ما اردش. جت من الدوره نزلت يوم 19/11. دلوقتي من الحمل من بعد من يوم 19/11 لحد دلوقتي ما نزلتش تاني. عملنا اختبار مفيش. طيب رحنا لدكتور النساء ادها حقنتين اللي هو بتاع الهرمون ده، وقال لها كمان 10 ايام لو ما نزلتش تعالي لي، لو نزلت بعدها باربع ايام اعملي لي ممكن شعر. ممكن اسال سيادتك سؤال؟ اتفضل. سيادتك عملت تحليل سائل منوي؟ ها؟ عملت تحليل سائل منوي؟ ما حصل حمل قبل كده. لا انا بسال سيادتك سؤال، عملت تحليل سائل منوي؟ ايوه عملته. كويس. عملته وطلبوا مني في بدايه في اول ما اول مره رحنا اول مره رحنا بعد الجواز. كويس. الحمد لله. عملت اشعه بالصبغه؟ لا هو طلبها مني دلوقتي. طيب. ما حدش طلبها مني، ادي لي سنتين متابع مع دكاتره ما حدش طلبها مني الا الدكتور ده. حضرتك اعملها. ليك اسئله ثانيه ليا يا دكتور عشان ندي فرصه. قبل ما اتفضل اتفضل يا استاذ علي. دلوقتي حضرتك لو الدوره دي ما جاتش في خلال 10 ايام في ضرر ولا ايه؟ في ضرر ولا حاجه؟ لا ما تقلقش مفيش ضرر. ليك اسئله تانية؟ هي المفروض من بعد ما خدت الحقنه دي مش المفروض تنزل بعديها يعني مش خلال بتاع الدوره خلال 10 عشان متاسف ان انا طولت. لا خالص خالص خالص. خلال 10 ايام اسبوعين ان شاء الله هتنزل. شكرا يا استاذ علي تبان. شكرا ان شاء الله. طب هو ماشي كده صح؟ ماشي كويس. هو بس احنا عايزين نعمل تحليل سائل منوي، وعايزين نعمل هو كان عامله قبل كده في بدايه الجواز، اذا كان كويس خلاص ما يعملوش تاني، اذا كان محتاج ان احنا نبص عليه مره تانيه نعمله. احنا برضو اذا كان بيدخن بلاش تدخين، اذا كانت الام وزنها زايد او الزوجه وزنها زايد تحاول تخس، هنعمل اشعه بالصبغه. في حالات كتير جدا مجرد ما بنعملها اشعه بالصبغه بتحمل. ناخد بالك هي متجوزه عندها 19 سنه دلوقتي، متجوزه من سنتين اتجوزت عندها 17 سنه. احنا يعني دايما بنقول افضل هو طبعا افضل سن لا نقصد الاخ السائل لكن نتكلم بعمومياتنا عموما يعني افضل جواز عاده سن الرشد اللي هو 21 سنه. يعني ليه؟ لانه في المرحله دي شوفي دخلنا في مجموعه تحليلات وفحوصات وتاخر انجاب وصغيره لسه وحقن مجهري يعني انا منشطات بطمنه بقول له يعني ان شاء الله اطمن خالص احنا خلاص المدام داخل دلوقتي سن الرشد باذن الله هتحمل على طول باذن الله وهيطمنا ان شاء الله. طب هو ذكر توكسوبلازما يا دكتور ايه هي التوكسوبلازما؟ ده كان مرض تعلقنا فيه في التمرينات انه سبب للاجهاض والاجهاض المتكرر. العلم الحديث انت عارف العلم بيتقدم كل يوم في جديد. مرض بيجي منين يعني؟ ده عباره عن ميكروب بيعيش في الحاجات الحيوانات الاليفه زي القطط والكلاب والكلام ده كله. لو الام مسكتها مثلا بتنضفها حاجات وبعدين من غير ما تغسل ايديها
ممكن جدا تاكل ينتقل وبعدين يعشعش في الحته بتاعه الرحم. بس سمعت يا دكتور ان في ابحاث ثبتت ان القطط بريئه من الموضوع ده. هو المرض بريء من كل المشاكل يعني. المرض بريء من كل المشاكل ده لعلم الحديث، عشان كده ما بنعملوش دلوقتي يعني. هو موضوع التوكسوبلازما او التورش، التحليل كده اسمه تورش، يحتوي مجموعه حاجات ما بقاش نعمله وخلاص يعني، ما بقاش له قيمه قوي في هذا المجال. اعود بحضرتك في الشهور الثلاثه الاولى. أيوة. ودول مهمين جدا، مهمين. اول حاجه لازم اي واحده تعمل اختبار حمل وموجب لازم تروح للدكتور. كونها ما تكتفيش بس بالاختبار البسيط اللي هي بتعمله في البيت. لا لازم تروح للدكتور طبعا. اصلا انا المره اللي فاتت كنت كويسه واروح للشهر التاسع او في السابع والكلام ده كله، الكلام ده غلط، لان كل حمل وحده قائمه بذاتها. بمعنى انه لو واحده حملت كويس المره اللي فاتت وولدت كويس وزي الفل وحامل تاني، لازم تروح للدكتور برضه. انا باكد على المعلومه دي ليه؟ لانه ممكن جدا دلوقتي الحمل، اول حاجه بنعملها في الحمل نتاكد انه جوه الرحم وانه الحمل في نبض، وانه واحد بس او اثنين على حسب يعني. اذا مهم ليه اهميه يا دكتور ان احنا نتاكد ان الحمل جوه الرحم؟ بس استاذنك نجاوب بعد الاتصال. منى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا منى. انا كنت عايزه اكلم الدكتور. طبعا مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي مدام منى. لو سمحت يا دكتور، انا حامل في الشهر الجو. مبروك. الله يبارك فيك. وعملت اشاعه قالوا لي ان دماغ الطفل مش موجوده. ان ايه؟ دماغ الطفل مش موجوده. قالوا لي دماغ الطفل مش موجوده فلازم ينزل. في حاجه ثانيه تحب تساليها؟ لا المشكله ما رحت مستشفى الجلاء ورحت القصر العيني قالوا لي ما ينفعش ان ينزله الا لما يموت. طب انا استنى لحد ما يموت سيادتك وبعدين ينزل ولا افتح كيسار وانزله؟ عندك حق يا بنتي. انا استاذ في القصر العيني، تعالي لنا القصر العيني يوم الخميس وهندخلك وهنعمل اللازم. خليكي يا منى على التليفون ما تقفليش، هيحولك للكنترول، هيديكي نمره الدكتور. حاضر يا بنتي، تحت امرك. معاكم. تحت امرك يا بنتي، هنعمل اللازم. ربنا معاكي، ربنا معاكي باذن الله. دي مشكلة من المشاكل اللي احنا ازاي. انا اول مرة بصراحة اسمع عن مشكلة الجنين يتكون والرأس ما تكونش كملت. نعم حضرتك، من ضمن الكلام اللي احنا بنقوله يعني ان احنا في الشهور الثلاثة لازم نعمل موجات صوتية نطمئن ان هذا الجنين سليم. واخد بال حضرتك؟ من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها بندرسه كده حتة حتة، ندرس راسه، ندرس قلبه، ندرس ايديه، رجليه، بطنه، ظهره، الحاجات دي كلها، عشان لو في مشكلة يبقى بدري بدري اخد القرار. يعني في الشهر الرابع كان ممكن في الشهر الثالث نشخص هذه المشكلة وبالتالي كان الحل بدري واسهل. واخد بال حضرتك؟ عشان كده زي ما شرحت لحضرتك انه اي واحدة تعرف انها حامل حتى لو كانت حامل قبل كده كويس، لازم تروح للدكتور ولازم تعمل موجات صوتية على الحمل عشان نتاكد ان الحمل واحد او اثنين، او الحمل عايش ولا مش عايش، والحمل جوه الرحم ولا بره الرحم، هل هو حمل ولا حمل عنقودي. واخد بال حضرتك؟ حمل ولا حمل فيه مشاكل. ايه هو الحمل؟ الحمل العنقودي بدل ما يتكون جنين يتكون عنقود عنب، حاجه تشبه عنقود العنب كده، وده حاله من الحالات المهمه التي يجب ان احنا نشخصها في مرحله مبكره جدا. احنا مش هنستنى عشان يحدث مشكله بعدين نشخصها. طب ايه يعني المشاكل اللي ممكن يسببها الحمل العنقودي؟ ده مشاكل كبيره جدا. ممكن يعمل نزيف وممكن يتحول الى حاجه مش حلوه. واخد بال حضرتك؟ يعني شوفي منى، وده بيبقى سبب معين يا دكتور ولا ده حاجه ليها علاقه بالوراثه شويه؟ بالوراثه. واخد بال حضرتك؟ يعني شوفي منى، يعني تشخصت بعدين جاي بتقول لنا خدوا بالكم ان فيها جنين فيها كذا، المفروض ان احنا اللي كنا نشخصها ونقول لها يا منى في كذا، ان احنا المفروض البيبي ده مش هيكمل علشان في مشكله في الدماغ. فحضرتك سالتي يعني ايه جنين من غير دماغ؟ في جنين، خدي بال حضرتك، دي وشنا، في الحته بتاعت الراس اللي فوق الوش دي تحتوي على المخ. في بعض الاحيان بعض العيوب الخلقيه تلاقي حته العظم اللي فوق دي، القبه دي اللي بتحتوي على المخ دي مش موجوده، وبالتالي المخ بيتعرض اللي جوه الرحم لتيارات الميه اللي داخل، فبالتالي المخ بيروح على طول. فبالتالي بيبقى جنين في نبض وفي وشه بس من غير دماغ. انا مش هستنى مع هذه السيده لا اقصد منى، انا هتكلم بعموميات برضه. يا دكتور مش يعني مش ممكن بعد الوقت تتكون ده؟ لا خلاص، ما دام ما تكونتش من الاول خلاص. هو ما تكونتش ومش بعد ما الدماغ ما تكونتش، المخ بدا يعني ايه يحدث فيه نوع من الضمور. فبالتالي هذا الجنين بعد الولاده هيموت. هيموت او ممكن يموت وهو وهي لسه؟ لا مش هيموت جوه الرحم، ده بيقعد لغايه الشهر التاسع
وممكن ما يحصلوش في الولادة الطبيعية، بنضطر احيانا ان احنا نعمل قيصرة عليه. يعني طبعا رأي خاطئ ان انا اقول له النبي استنى لغايه ما يموت، مش هيموت، هتقعد في بطن في في بطنها او في الرحم طفل فيه مشكلة، شوف الحالة النفسية اللي عليها. طبعا مش هنستنى الكلام ده، العلم الحديث قال مفيش حاجة اسمها كده، واحنا عندنا في القصر العيني بناخد القرار ونساعدها ان شاء الله يعني. فبإذن الله يعني مفيش مشكلة بالنسبة لها. اذا الشهور الثلاثة الأولى شهور مهمة جدا. أنا عايز أضيف لحضرتك حاجة، كنا زمان نعمل سونار، الله الجنين ده كويس فيه نبض، الكلام ده انتهى. كلام دلوقتي لازم نعمل حاجة اسمها عند شهر الثالث أسبوع 11 لل 13 بنعمل حاجة اسمها فحص تفصيلي. يعني فحص تفصيلي يعني أقعد أفصص الجنين ده، أقعد أبص على حتت في وشه، أقعد أبص على حتت في قفاه، أقعد أبص على حتت في بطنه اللي دي هتفيدنا يعني هتفيدنا في ايه التفاصيل دي يا دكتور؟ هشوف الجنين ده سليم ولا مش سليم. ولو سليم او لا في مشكله. ولو مش سليم اقول لها مش سليم، ها ممكن جدا جنين مش سليم تقول لك انا عايزاه، طب يا ستي خلاص احنا ما عندناش مشكله، بس لازم نشخص في مرحله مبكره جدا المشاكل. خدي بال حضرتك، لازم ننور الدنيا. لازم هو السونار ده عباره عن ايه؟ عباره عن كشاف بيفصص للجنين ده، كأني باخد له صور، كأني بفحصه، كأني بشوفه، يعني بخش في الضلمة كده واقعد ابحث في هذه الغرفة التي هي داخل الرحم. ده الشهور الثلاثة الأولى. نيجي بعد كده شهور الثلاثة الوسطى. قبل ما انتقل للشهور الثلاثة الأولى يا دكتورة، بس عايزة نركز عليها شوية دي، لأن الشهور دي مهمة جدا بالنسبة لتكملة باقي شهور الحمل. هل في مشاكل ممكن تتعرض لها السيدة نضطر فعلا إن هي الأم لازم تنزل جنين؟ طبعا. زي ايه دكتور؟ زي المشكله دي. دي طبعا طفل من غير راس. لو هذا الجنين بالفحوصات بتاعتنا اثبتت عنده عده عيوب خلقيه، يعني عنده مشكله في الظهر، مشكله في المخ، مش لازم المشكله دي، في مشاكل اخرى تانية، مشكله في الوش، مشكله في البطن، ده اللي بنسميه العيوب الخلقيه المتعدده. انا كانت عندي حاله من فتره قريبه قوي، كان الجنينين ملتصقين في مرحله في شهور، انا شخصتهم حقيقة في الشهور الشهر الثالث، اثنين متلصقين من البطن. طبعا هو كان قرار ما احناش عارفين ناخده، ننزل ولا ما ننزلش، صعب طبعا. يعني واخده بال حضرتك، هي الست حديثه بعدت عني ما اعرفش ليه. الاجنه الملتصقه عموما يا دكتور هل ليها اي حلول اثناء الحمل نفسه؟ يعني اي ممكن تدخل اثناء الحمل ولا ده بيبقى صعب وفي خطوره؟ طبعا الحمل صعب التدخل. لكن هي المشكله نكمل ولا ما نكملش؟ لسه لغايه دلوقتي ما رسيناش على بر. يعني في امور لغايه دلوقتي المفروض، لكن الحلول بتبقى في يعني حالات بيبقى ليها حلول بعد الولاده. طبعا في حلول كتير بعد الولاده، بس ده مش تخصص امراض النساء، ده تخصص عاده جماعه بتوع جراحات الاطفال. لكن احنا كامراض نساء لما شخصناها دلوقتي في الشهر الثالث، قرار كيف يعني لغايه دلوقتي انا اتمنى ان علماء العلم وعلماء الدين يقعدوا في العصر الحديث، لان احنا عندنا مشاكل كتير جدا حلولها كانت قديمه وكانت فتواها قديمه، احنا عايزين فتاوى حديثه بحيث ان احنا ناخد القرارات دلوقتي بالاستعانه بالموجات الصوتيه، ان انا عندي مشكله كيف نحلها، ولازم علماء الدين والعلم يجلسوا مع بعض عشان ياخدوا قرارات تخص الحياة الآن. طب هل في طرق وقاية دكتور؟ يعني مهم برضو يعني حاجات معينة الأم الحامل تهتم بيها، زي مثلا نوعية التغذية، خاصة ان هم دايما بيقولوا انت بتاكلي الاثنين لازم تاكلي اكتر، والاعتقاد ده لغاية دلوقتي سائد، وناس كتيرة للأسف بتلجأ الموضوع ده ووزنها يزيد وبيؤدي لمشاكل تانية. ما زلنا نعيش في الماضي للأسف. شوفي زمان طبعا كان المستوى التعليم من 50 سنة يختلف تماما عن الآن، لكن ما زالت الأفكار القديمة تحكمنا إلى الآن. على سبيل المثال، كلي أنت بتاكلي الاثنين، قالت جدتي، قالت جارتي، قالت تصام جربة، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. ما زالت هذه الأفكار تتحكم في حياتنا إلى الآن. احنا عايزين نلغي الكلام ده كله دلوقتي. فيش حاجة اسمها بتاكلي الاثنين، في حاجة اسمها لو كلت زيادة هيحصل لك مشاكل. اذا لازم تاكلي الوجبة المناسبة المتناسقة مع الحمل. احنا عندنا مشكلة الوزن دلوقتي، زي ما شرحت لحضرتك انه 75% من مجتمعنا سيدات عندهم زيادة بالوزن بكافة درجاته، من زيادة بسيطة الى سمنة مفرطة،
وكله بيحمل. انا ذكرت لحضرتك ان انا امبارح شايف واحده حامل 143 كيلو، واخد بال حضرتك؟ الغريب في الامر كتير قوي ان المره بتقول انا الحمل اللي فات انا زدت 30 كيلو. انا قعدت عارفه مش عارف الم نفسي زي ما بيقولوا، يعني مش قادر ابلع ريقي يعني. طبعا ده غلط جدا. المفروض ايه الطبيعي؟ الطبيعي لو واحده بدأ الحمل بوزن مثالي 60 كيلو على سبيل المثال، احنا يعني معظم الاطوال في مصر في حدود 160 متوسط نقول. المفروض تبقى اوزان السيدات عند الولاده في المتوسط 60 كيلو، لكن هل اللي بيخشوا الحمل عند الحمل اقصد اقول هل اللي بيخش الحمل في مجتمعنا 60 كيلو؟ طبعا لا، احنا عندنا 60 وعندنا 90 وال95 وفوق ال100. ال60 دي هي المفروض تزيد الزياده الطبيعيه للحمل، المفروض من 11 من 10 ل 12 كيلو، يعني المفروض عند الولاده تبقى حاجه ل70. طب واحده بدات الحمل عند 95 كيلو، دي هتزيد برضو 12، دي المفروض تخس عشان توصل للوزن الطبيعي. طب ده هل هيأثر على الجنين؟ مش هيأثر على الجنين، بالعكس هيفيد الجنين لانك انت هتمنعه عن السموم. خدي بال حضرتك الدهون دي سموم، حتى لدرجة بيسموها البلاك فات، هي الفات الدهون لونها اصفر ولا اسود؟ لونها اصفر. طب ليه بيسموها بلاك فات؟ لانه هذه الدهون التي بسببها يصاب الانسان بمرض في كافه اطوار حياته، حتى الرجاله. يعني الرجاله اللي بيعانوا من مشاكل زياده في الوزن معرضين للمشاكل المرضيه، والام الحامل اكتر. فبالتالي الام الحامل اللي هي زائده في الوزن المفروض تاكل الاكل اللي ما زودهاش جرام، بالعكس يا ريت تخس، لان كلما خست حسيتها اكتر. انا اذكر حاله كانت عندي 125 كيلو في بدايه الحمل، اقتنعت بالفكره ونفذتها، وصلت عند الولاده 100 كيلو، خست 25 كيلو. ما تصورش قد ايه كانت هذه السيده نفسيا سعيده جدا، صحيا زي الفل، ولادتها كانت سهله، ولدت ولاده كويسه جدا، روحت بالسلامه. لانه خدي بال حضرتك الدكتور مش مجرد يولد، الدكتور يتنبأ بالمشكله قبل وقوعها ويمنعها ويشخصها مبكرا ويعالجها ويعالج مضاعفاتها. ده المفروض الدكتور، يعني المفروض يعني لما تجيلي واحده بهذه المواصفات المفروض اقعد معاها كده واشرح لها كل المشاكل اللي احنا ممكن نتعرض لها لو ما عملناش هذا الكلام. اعود قالت جدتي كلي احنا بنتاكل الاثنين، احنا كده بنضرهم، بنضر الام الحامل، لان احنا بنزودها اعباء على اعباء، هي وهي حامل هي اصلا حامل شايله، واخده بال حضرتك كل اجهزتها تعمل بزياده. يعني اذا كان القلب بيعمل ب 130%، الجهاز الكبد، الجهاز الهضمي، الجهاز الحركي، الجسم. اذا الام الحامل اللي هي ذات الوزن المثالي تعاني، حطي اعباء فوق اعباء، وكلما زادت هذه الاعباء زادت المشاكل. يعني حضرتك اللي وزنها عالي جدا دي هتولد، هتتعرض لتخدير، هتتعرض لجرح. احنا عندنا في بعض المشاكل اثناء الولاده ليها علاقه بالوزن. موضوع انقباض الرحم، يعني المفروض الرحم بعد اثناء الولاده بعد ما بنولد ينقبض. للاسف الحالات اللي بتعاني من زياده في الوزن ممكن ان تعاني من عدم انقباض الرحم، ممكن تعاني من مشاكل تانية كتير جوه الرحم، ممكن تعاني من صعوبه في الولاده اذا كانت طبيعي او قيصري. حاجات كتير بعد الولاده يجي يقول لك اصلها كانت ماشيه ووقعت وحصل لها مشكله كبيره جدا. السبب انها حصل لها جلطه، لانه الحمل من ضمن الحاجات اللي بتساعد على ظهور جلطات، خاصه اللي عندهم استعداد وراثي. طب خليني اتكلم عن الجلطات يا دكتور، لان ده نقطه مهمه جدا، بس بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل نرجع مره تانية، خليكم معانا. ورجعنا لكم مره تانية مشاهدينا، ولسه مكملين عن المشاكل اللي ممكن تتعرض لها السيده الحامل في الشهور الاولى. اسمحوا لي ارحب بالدكتور مره تانية، اهلا بيك يا دكتور. شكرا لحضرتك. قبل الفاصل يا دكتور كنا بنتكلم عن زياده الوزن، وان زياده الوزن وقت الحمل ممكن تسبب الجلطات، يا ريت حضرتك توضح النقطه دي. شوفي الحمل في بعض الحاجات اللي بتزيد اللي هي عوامل التجلط اثناء فتره الحمل، دي بتبقى طوال شهور الحمل بتبقى زايده. هو ربنا عاملها ليه؟ علشان طوال شهور الحمل يا دكتور يعني ممكن تبقى معرضه لاي جلطه؟ بالظبط كده. في شهور الحمل كلها واثناء الولاده وبعد الولاده.
ليه؟ حتى بعد الولاده، بعد الولاده لانه عارفه المشيمه بعد ما تنفصل في حته كبيره قوي لازم تقفل، لازم اذا عوامل التجلط لازم تبقى موجوده، لكن هي موجوده في كل الجسم. الام الحامل عاده بتنام كتير، مشكله بعد الولاده يقولوا لها نامي ما تقوميش، الكلام ده غلط خالص طبعا. المفروض للام الحامل بعد الولاده بساعتين تقدر تتحرك وتمشي وتتحرك تعمل كل حاجه. يعني ايه هي اهميه الحركه للسيده اللي ولدت عشان ما يحصلش غلطات؟ سواء لا انا بتكلم حتى لو ما عندهاش زياده وزن، اي واحده لازم ضروري تتحرك. يعني كان زمان نقعد نقعدهم في السرير 9 ايام. ايوه يعني اوعى تتحرك، اوعى تتحرك ده غلط. المفروض بعد خاصه لما عامله، لو عامله عمليه قيصريه، ده لو عامله قيصريه تتحرك بدري يعني بعدها ساعتين تقوم تمشي وتتحرك وتاكل وتعيش حياتها على فكره، لان احنا قلنا اتغيرنا، العلم اتغير كتير جدا. انا بس يعني تسمحي لي ان انا اتكلم شويه على موضوع الولاده، يعني لان احنا هنا بنواجه مشاكل للاسف، وانا باعتبار ان انا استاذ في القصر العيني، القصر العيني عباره عن الملجا لكل المشاكل اللي احنا بنقابلها في طبعا. بس المشاكل اللي بتواجهوها يا دكتور سواء مشاكل في الولاده الطبيعيه والقيصريه ولا في الاثنين؟ في الاثنين، مش عندنا ده اللي بتجينا، اللي عندنا احنا بنتابعها كويس جدا وبنتعامل معاها بمنتهى العلم ومنتهى القوه يعني. لكن المشكله الحالات اللي بتولد في اماكن غير مجهزه، ودي مشكلتنا الحقيقيه طبعا. المفروض اثناء فتره الحمل احنا مش بس مجرد بنتابع حمل، ده انا عايز اختار المكان لهذه الانسانه اللي تولد فيه. في واحده ممكن تولد في مكان مثلا مصفف، في واحده في عياده خاصه، في مستشفى مركزي، في لكن في واحده لازم تيجي المستشفى الجامعي ايا كان، قصر عيني، عين شمس، دمنهور، بنها. يعني الحمد لله النهارده عندنا كليات الطب في كل انحاء مصر، وفي كل كليه طب في مستشفى جامعي. في حالات لازم الاول تتشخص وبعدين لازم الدكتور يبعتها لهذا المكان المجهز. مكان مجهز يعني ايه؟ يعني مكان فيه بنك دم، في دكاتره التخدير كويسين جدا، في اوضه عمليات بتشتغل 24 ساعه، في دكاتره مستويات يعني هايله، في رعايه مركزه. اذا في حالات معينه المفروض ان احنا نوديها مكان مجهز للولاده. هو دور الدكتور امراض النساء ايه؟ مش دوره بس انه يولد، ده دوره انه زي ما شرحت لحضرتك من شويه، قلت لك انه يتنبأ بالمشكله قبل وقوعها، عنده حاسه ثابته زي ما بيقولوا انه لا هذه السيده افضل انها تولد مثلا في المكان الفلاني، مش لازم المستشفى الجامعي، ولكن في اي حال مش لازم الناس تروح كلها تولد في مستشفى جامعي، هتعالج تولد في مستشفى خاص، اذا لازم تبقى مستشفى خاصه مجهزه فيها بنك دم، فيها رعايه، فيها دكاتره التخدير كويسين، فيها اهميه التجهيز يا دكتور دي لمواجهه اي مشكله السيده تتعرض لها طبعا وقت الولاده والجنين نفسه. فاكره زمان يقول لك احنا ضحينا مش عارف بالجنين عشان خاطر الام، ضحينا مش عارف بالجنين الام عشان خاطر، الكلام ده المفروض ينتهي. دلوقتي سلامه الام، سلامه الجنين، سلامه الاسره، سلامه المجتمع. خدي بال حضرتك الجنين اللي اتولد النهارده بلا ام ده قنبله منقوطه. واخد بال حضرتك هو مين اللي هيرعاه ده؟ لازم ترعاه ام. واخد بال حضرتك عشان كده لازم نحافظ على هذه الام، لازم نحافظ على هذه السيده عشان نحافظ على الاسره الصغيره والمجتمع. يعني لازم تبقى نظرتنا اوسع واشمل. اذا اللي احنا بنعمله ده مهم جدا لثبات المجتمع والحفاظ عليه. عشان كده مهم جدا اللي هتيجي تولد دي نحدد لها المكان المناسب للولاده علشان في الاخر خالص نحافظ عليها عشان تعود للبيت. انا دايما بقول في منظر او في لحظه جميله قوي كده، انه الزوج واخد الام تحت باطه معاهم البيبي رايحين على البيت. احنا ده اللي عايزينه، ده نجاحنا في شغلنا. يعني ده نجاحنا في متابعه الحمل وفي الولاده وبعد الولاده والحاجات دي كلها. عشان كده الولاده الامنه مهمه جدا. الولاده الامنه اللي هي في الاخر خالص نتائجها ان يذهب الزوج مع زوجته الى بيتهم ومعاهم طفل سليم. كل شغلنا، كل علمنا، كل دراساتنا، كل مؤتمراتنا عشان هذه اللحظات. واخده بال حضرتك؟ عشان كده مهم جدا ان احنا حتى على مستوى شغلنا اللي هو التعليم الطبي المستمر، رفع مستوى الاطباء، رفع مستوى المنشآت الصحيه، المتابعه ده مهم جدا في الاخر عشان في الاخر يصب في هذا في هذه الفكره. طب بالنسبه دايما نسمع يا دكتور ان العمليات القيصريه انتشرت بصوره كبيره جدا اكتر من اللجوء للعمليات الطبيعيه. ليه يعني دايما بنشوف دلوقتي، هل ده استسهال ولا لظروف معينه؟
في اسباب معينه بس هي اللي فعلا نقدر نلجا فيها للولاده القيصريه. شوفي هما بيتهمونا دايما ان احنا بينا جشعين وبيتهمونا دايما ان احنا بينا بنستسهل. احنا لا احنا جشعين ولا بنستسهل. زمان يعني عشان تعرف احنا فين دلوقتي. انا فاكر زمان وانا صغير في بدايه تعييني طبيب مقيم في القصر العيني، الكلام ده في اوائل الثمانينات، كان عندنا حاجه اسمها عده وشفاط. في سن معين كده يعني مثلا من العشرينات اوائل العشرينات دول عاده بيولدوا طبيعي. طب ليه بيولدوا طبيعي؟ لان الانسجه بتاعتهم طريه رخوه بحيث الراس وهي بتخرج لا تجد اي معوقات. كان في مجموعه من بعد سن 25 كده 26 وانت طالع 27 30 اللي هم البكريه بالذات، كنا نجد معاناه في الولاده الطبيعي. وقتها العلم كان يقول لك حط شفاط وشد او حط عده وشد. وكانت الشفاط ده يا دكتور ممكن بيعمل مشاكل في راس ال هو ده. ما احنا اذا ما كناش نستخدم علمنا يبقى ايه قيمتنا؟ طبعا واخد بال حضرتك، انا حضرت هذه الفتره نقعد نحط شفاط ونحط رجلينا في الترابيزه العمليات ونشد، والواحد احيانا يعني في كوميديا كده الدكتور يتشقلب ويقوموه ويروح يحط شفاط ثاني ويشد، واخد بال حضرتك؟ كان يعمل مصايب طبعا، يعني مصايب للام ومصايب للجنين، ممكن ان تنتهي بالجنين وممكن ان تنتهي بالام، وممكن أن هذه السيده للاسف تعاني من مشاكل سلس بولي ومشاكل عديده طبعا. على المدى البعيد. طيب العلم قال ده غلط والافضل تولد قيصري، اروح اعمل ده ولا اسمع كلام العلم؟ اسمع كلام العلم، لانه في الاخر خالص انا قلت لحضرتك الصوره بتاعتنا الجميله اللي يتمناها كل طبيب امراض نساء، ان الزوج واخد مراته وابنهم رايحين البيت من غير مشاكل، مش هو راح البيت وهي راحت حته تانية، واخد بال حضرتك؟ دول بدانا نعمل لهم قيصريات. خدي بال حضرتك، كان زمان عمر المراه في البيبي الاولاني في اوائل العشرينات، يعني كانوا السيدات في اوائل العشرينات يجيبوا اول بيبي. النهارده نظرا لتاخر سن الانجاب، سن الانجاب دلوقتي فوق 30، سن الجواز اقصد اقول. السن على مدى على مستوى العالم كله للجنين الاول عند الام عند 31 سنه. 31 سنه دي طبعا حتى دلوقتي يا دكتور مع 31 سنه مع التكنولوجيا والتقدم العلمي دي حاجه كويسه، يعني قصدي مع التقدم يعني ما فيهاش حاجه كويسه جدا. لانه دول لو كانت ولدت من 50 سنه كان هيحطوا فيها الشفاط والعده ويبهدلوها، واخد بال حضرتك؟ لكن احنا ما عملناش كده علشان ربنا ادانا العلم وقال خدوا بالكم انه في لو عملت الشفاط والعده هتعمل مشاكل بالنسبه للجنين ومشاكل بالنسبه للام. احنا هنعمل ايه بقى؟ لازم نسمع الكلام العلمي طبعا، واخد بال حضرتك؟ عشان نحافظ على هذه السيده. نيجي برضو عندنا تكاد تكون ظاهره تاخر الحمل. كان زمان اول شهر تلاقي حامل، النهارده كتير جدا للاسف بيجولك متأخرين في الإنجاب نتيجة تأخر سن الزواج، نتيجة التغير نمط الحياة. النهاردة للأسف عندنا مشاكل نادرة في الحيوانات المنوية عند كثير من الشباب. كان زمان ما كناش نعمل تحليل السائل المنوي ده، دلوقتي يجي لك شاب زي الفل وسن حصل تأخر حمل، اعمل يا ابني تحليل تلاقي التحليل بتاعه مش كويس. بنضطر نعمل حاجه اسمها حقن مجهري. هو فعلا يا دكتور مع يعني مع التقدم العلمي في جميع المجالات والتكنولوجيا دايما بتتقدم، لكن المشاكل بتزيد. مش بتزيد، ليها حلول. بس ليها حلول. يعني هقول لحضرتك حاجه، احد اسباب زياده نسب القيصريات ايضا زياده الوزن. تيجي واحده والده طبيعي قبل كده لما كان وزنها سمارت، كان وزنها صغير، قعدت تاكل كل اللي احنا بتاكله باثنين. هي لما حملت الحمل الاولاني كان في الستينات وزنها، لما جت الحمل الثاني وصلنا الثمانينات وما خسيتش. دي في الاغلب للاسف هتعمل قيصري نتيجه الوزن الزايد. يعني دكتور السيده لو وزنها زياده عن اللزوم هتضطر ان هي تعمل عمليه قيصريه. نعم، لانه حتى يستغربوا الناس، طب يا دكتور دي والده طبيعي قبل كده. والده طبيعي عشان كان وزنها كويس، كان وزنها قليل. دلوقتي للاسف ما هو بنسيبها تحزق، مش عارفه تحزق ولا بتحزق ولا عايزه تحزق، فبالتالي هنا هنرجع للولاده القيصري. الالم وتحمله قل. احنا مجتمع الريموت كنترول. احنا دلوقتي حضرتك بتقفلي الباب وتفتحيه وتنري التكييف وتقفليه، كل بالريموت كنترول. ده اثر على 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 مدى تحمل الانسان للالم. كانوا زمان يقعدوا طول النهار يشتغلوا مش عارف ايه وينزلوا يطلعوا، دلوقتي كل حاجه بالريموت. هذا الريموت كنترول غير في نمط حياه الانسان.
خلاه تحمله للألم أقل. النهاردة ممكن واحدة تقول الطبيعي على فكرة تيجي تقولك لا 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 أنا مش عايزة أقول الطبيعي النت والمنتديات اللي على النت مش عايزة تتعرض للألم والعذاب بتاع الولادة خالص. عايزة تستسهل إن هي على طول قيصرية خالص وترفض تقول طب أنت ممكن تقولي الطبيعي تقولك لا لا مش عايزة أقول الطبيعي. كذلك المنتديات اللي على النت يقولوا البعض واحدة مثلا قابلت مشكلة في حياتها مشكلة شخصية لما تقولها للجماعة كلهم يحسوا بيها وكلهم يشعروا بهذه المشكلة وكلهم يتمثلوها ويخافوا منها. بس حتى مع الولادة الطبيعية دكتور دلوقتي حتى مع التقدم العلمي ان في الإبرة اللي بتتحط في العمود الفقري دي بتساعد ان هي ما تخليهاش تحس بالألام. نعم مجرد بس هي مش عايزة تقول الطبيعي هي احنا عندنا حاجة دلوقتي اسمها ولادة قيصرية بالطلب كأنك بتطلب شاي يعني اختبار حضرتك بكلمك بجد تيجي تقولك انا مش عايزة اقول الطبيعي وتروح تقول لمامتها ويعني لو دكتور حاول تحطه يعني في مرمى النيران يعني زي يعملها كده. فبالتالي يعني هي مش قضية جشع من الأطباء ولا قضية استسهال من الأطباء بقدر ما هو تغير نمط الحياة في المجتمع ده اللي بيخلي نسب القيصري زادت. على فكرة نسب القيصري وصلت يمكن دلوقتي 80% ده حقيقي. بس صحيا يا دكتور الولادة الطبيعية أفضل للأم والجنين ولا الولادة الطبيعية؟ مليون مرة الولادة الطبيعية لأن احنا دلوقتي شوفي أي تغير في المجتمع يقابله أيضا تغير في حاجات تانية. دلوقتي عندنا حاجة اسمها المشيمة الملتصقة. المشيمة الملتصقة دي عبارة عن مشيمة بتيجي على الجرح القديم بتاع القيصرية أو الورم اللي فيه وتلزق. دي عندنا مشكلة كبيرة جدا وأصبحت ظاهرة لأنه مشكلة حل هذه المشكلة ممكن جدا مش ممكن ده لازم نشيل في الرحم. يعني واحدة تبقى والدة قيصري قبل كده وحملت والدة قيصري تاني ولحظها العاسر جات المشيمة على الجرح القديم بتاع القيصرية السابقة دي للأسف لما بنشخصها لازم اللي يعالجها تيم كامل وليس دكتور أمراض النساء. بس دي بترجع لزيادة الوزن بس يا دكتور ولا في مشاكل أسباب تانية؟ للعمليات القيصرية السابقة عشان كده كنا زمان برضو احنا لما كنا نواب صغيرين كنا نشوف الحالة دي مرة في السنة. دلوقتي احنا بنشوف الحالة دي 3-4 مرات في اليوم. يعني واخد بال حضرتك أصبحت ظاهرة وبدأنا نقول يا جماعة خدوا بالكم الولادة الطبيعي اللي تقدر تقول الطبيعي أفضل. يعني مفيش داعي للاندفاع ناحية الولادة القيصرية الكتير لأنه ليها التداعيات. يعني تخيلي واحدة عندها 25 سنة ولا 28 سنة حتى لو ولدة مرتين حتى لو مش عايزة تخلف تاني بس هتعيش من غير رحم. يعني نتيجة هذا الاندفاع ناحية الولاده القيصريه اللي هي بدون مبرر. بس التصاق اللي حضرتك ذكرته ده يا دكتور بيبقى نتيجه ايه؟ هل مشكله في بتاع ربنا ملهاش علاقه بالعمليه نفسها خالص. بس هي المشكله انها تتشخص. يعني المشكله عشان كده اي واحده والده قيصري قبل كده وحامل دلوقتي اول حاجه نتاكد هل المشيمه موجوده في هذا المكان ولا لا. لو هذا المكان لينا اجراءات تانية ومكان معين للولاده وما تاثرش على الحمل يا دكتور. يعني حلها سهل ان هو ما ياثرش على الحمل الجنين فتره الحمل ما فيش مشكله لكن المشكله الكبرى الولاده في الولاده. واقول حتى لو هتولد قيصري ده لازم تولد قيصري طبعا. مش لحتى ده مش قضيه لازم تولد قيصري لازم تولد في مكان يكون فيه بنك دم وفيه رعايه ويكون هناك تيم كامل. واقصد بالتيم كامل دكتور نساء ودكتور تخدير ودكتور اطفال ودكتور مسالك ودكتور اوعيه. يعني ده الطب الحديث بيقول لازم يبقى تيم وورك عمل جماعي عدد كبير من الاطباء كلنا على حسب تخصصه. لانه ممكن جدا تكون هذه المشيمه ملتصقه بالمثانه فاذا دكتور مسالك لازم يخش. ممكن المشيمه دي تكون لها علاقه بالاوعيه الدمويه في الحوض لازم دكتور اوعيه موجود. بس التدخل ده يا دكتور بيبقى بعد الولاده يعني بعد اثناء الولاده لا قصدي بعد ما الجنين يطلع من بطنها بعد يعني الجنين يطلع لازم يبقوا كلهم موجودين في مكان واحد طبعاً. كل هذا الفريق العمل مع عدد كبير جدا من اكياس الدم موجود علشان نعوض هذه السيده ان احنا متوقع ان ننزل منها دم كتير اثناء عمليه تعويض طيب معانا اسماء. الو اسماء ألو. اهلا ألو. يا اسماء اهلا بيك اتفضلي حضرتك يا دكتوره. انا عندي انا دكتور عندي 21 سنة وحامل في الشهر الثامن ومش عارفة بقى إذا كنت هولد طبيعي ولا قيصري. أقدر أعرف إزاي نفسك توليدي إيه؟ مثلا بتاعي إيه؟ نفسك توليدي إيه؟ أنا عايزة أولد طبيعي صراحة. صلاح توليدي طبيعي ليك أسئلة بس تبقى في مشاكل تانية زي مثلا الحوض ضيق زي المية قليلة بتبقى كده. يعني أنا طبيب ممكن يكتشف كده قبل ما أولد ولا الاكتشاف ده ساعة الولادة على طول؟ حاضر هرد على حضرتك.
شوف شكرا يا اسماء. الروح الجميله تقول لك انا عايز اولد طبيعي وصغيره يعني عندها 21 سنه. انا قلت لها ان شاء الله هتولدي طبيعي ان شاء الله، لانه عندها النيه طبعا. وفي واحده عندها النيه تقول لك لا انا مش عايز اولد طبيعي، واخده بال حضرتك؟ فاذا هي ان شاء الله هتولد طبيعي لانها عندها الاحساس بده والاستهداف ده، وكتير جدا بيساعدونا في ده. هي طبعا بتسال سؤال، هل ممكن الدكتور يعرف انها تولد طبيعي او قيصري قبل الولاده؟ ايوه، احنا عاده عند الاسبوع 39 يعني بدايه الاسبوع 40 يعني قبل ميعاد الولاده باسبوع بنعمل تقييم للرحم وللحوض ولابعاد الحوض بحيث والحجم الجنين طبعا، بحيث نشوف هل في امكانيه انها تولد طبيعي ولا لا. لو في امكانيه تولد طبيعي يبقى بنسيبها لغايه الاسبوع 40 عاده بتولد طبيعي. لكن لو لقينا ان هناك سبب للولاده القيصري، على سبيل المثال الحوض ضيق، الجنين كبير، عندها اي مشاكل دوالي في مكان الولاده، ضغط عالي، الطفل او الجنين نازل برجليه، الحاجات دي كلها طبعا بتشخص عند الاسبوع اللي هو 39، بحيث انها لو في امكانيه تولد طبيعي بنسيبها الاسبوع ده، لو ما فيش امكانيه يبقى بدل ما نعرضها للمتاعب الولاده الطبيعي وبعد كده تولد قيصري. فاكره زمان كان يجي يقول لك ايه، انا ولدت مرتين طبيعي وقيصري، ده بسبب انه ما تشخصتش كويس. بس ممكن لو حد اول ولاده بولدت قيصري ممكن ثاني ولاده تولد طبيعي؟ لا ننصح بهذا، لا، لانه تولد طبيعي في حاله واحده بس العكس لو طبيعي ممكن ثاني ولاده تولد قيصري. بس عايز اركز على الحته دي طبعا. لانه كتير جدا تيجي تقول لك ايه انا عايز اولد طبيعي وهي والده قيصري قبل كده. الولاده الطبيعي بعد القيصري اولا ما يكونش هناك سبب دائم انها ولدت قيصري، على سبيل المثال ما عندهاش ضيق في الحوض على كده، او عندها اي مشاكل تمنع الولاده الطبيعي. هنقول الحاجات دي مش موجوده وممكن تولد طبيعي بعد قيصري. لازم ان يكون هناك فريق كامل في لحظه الولاده، يعني ما ينفعش تولد في المستوصف ياخدوها الجاري على المستشفى. الفريق ده قاعد عشان هذه السيده تولد طبيعي بعد قيصري، يعني قاعدين كده منتظرين بس انها تولد طبيعي، او لو حصلت مشكله كلهم يتدخلوا. يعني لازم يبقى في اوضه عمليات، التمريض جاهز، التخدير جاهز، الدكتور النساء موجود، وقاعدين كلهم بيتابعوا الجنين على اساس انها تولد طبيعي، بحيث اي مشكله تطرا اثناء عمليه الولاده فورا نتدخل بالقيصري اثناء الولاده او بعد الولاده. لكن موضوع ان احنا نولد طبيعي بعد قيصري في مستوصف او في البيت او عند دكتوره ما اعرفش فين، ده غلط وغلط جدا، لان احنا بنواجه مشاكل من هذا النوع انها تبقى والده طبيعي بعد قيصري وحصل مشكله في الرحم، انفجار في الرحم على سبيل المثال. طيب معانا نرمين. نرمين الو؟ الو؟ اهلا يا نرمين، اتفضلي. ممكن اشترك معاكم؟ طبعا طبعا اتفضلي. طيب ماشي، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلم حضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا كنت من 5 شهور كده كان حصل لي حمل وبعد كده اجهاض في الاسبوع 9 عشان الجنين اصلا ما نزلهوش نبض. بعدها بشهرين الحمد لله حصل لي حمل، انا دلوقتي حامل في الاسبوع ال14. بس انا يعني يا دكتور ساعات كده بتنزل لي افرازات لونها بني بس ابتدت تقل يعني في الفتره الاخيره دي، فكنت عايزه اعرف يعني هل كده في ضرر يعني ولا لا؟ وبعدين هو الدكتور كان كاتب مني في كان طالب مني في الاول تحاليل يعني، بس انا ما عملتهاش يعني. ليه؟ يعني ما عملتهاش لاني حسيت ان الوضع مش كويس. لا يا مدام درمين، طالما الدكتور طالب حاجه معينه من فضلك اعمليها، لربما هو شايف حاجه صح انت مش واخده بالك. انا بس هو تقريبا كان خايف من حكايه ان هو يكون فعلا في تجلط او يعني او كده، بس الحمد لله يعني لحد دلوقتي الجنين ماشي كويس والحمد لله اتكون وبقى كويس يعني، وباخد اللي هو الجوزبرين دوت وماشي الحمد لله الوضع تمام يعني. طب ايه السؤال؟ انا كنت بس عايز اسال حضرتك هو المثبت كمان انا اقدر اوقفه امتى؟ دلوقتي مثبت. طب ليكي اسئله ثانيه يعني؟ انا باخد لحد دلوقتي باخد مثبت يعني فهل ممكن اقدر اوقفه امتى؟ وحكايه الافرازات دي يا دكتور، وهو انا كده في الشهر الكام؟ هو انا في الاسبوع ال14 ال14 ما انا ما اعرفش هي في الاسبوع ال14 يعني في الشهر الكام؟ هنجاوبك يا نرمين. شكرا، ماشي. حاضر نرمين. طبعا الافرازات الاول يا دكتور هي طبعا التسع من شوربه ينفخ في 100 زبادي طبعا. الان طبعا ده حقها، واحنا كلنا طبعا نحب نطمن عليها. هي بصي مفيش واحده لم تعاني من حدوث اجهاض في حياتها،
اذا حدوث الاجهاض ده حدث عادي عند كثير من السيدات وبيحملوا يولدوا كتير بعد كده، مفيش مشكله. لكن المشكله هو تكرار الاجهاض، هي خايفه من تكرار هذا الاجهاض، عشان كده هي بتاخد مثبت وبتاخد مسيلات الدم والحاجات دي كلها. احنا حقيقي في يعني في المرحله دي بند مسيلات الدم حتى لغايه الشهر الثامن او حتى في اخر الثامن كمان. لكن موضوع المثبت دلوقتي الافرازات البني احيانا ممكن تعني انه في انفصال بسيط في المشيمه، عشان كده لو طالما هذه الافرازات البني موجوده المفروض تاخد المثبت وتاخد مسيلات الدم، لكن مجرد ما توقف خلاص ممكن توقف. لكن المتابعه مهمه جدا، التحليلات ربما الطبيب انا حقيقه مش عارف حالتها، لكن ربما الدكتور المتابع يشاف حاجه معينه هو عايز يطمن عليها، عشان كده مهم جدا ان احنا اولا نثق في الدكتور ثم اي حاجه يطلبها لازم نعملها له. وان شاء الله ربنا يتمها على خير يعني. ان شاء الله ان شاء الله. دكتور احمد يعني استمتعت بلقاء حضرتك وكل المعلومات اللي افدتنا بيها بشكرك عليها وشرفتنا. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا لحضرتك. مشاهدينا اتمنى تكون حلقه استفدتوا منها، استنونا كل يوم الساعه 2 ل 3 يوم جديد وحلقه جديده ولايف كلينك.